مكان المواقيت الإحرام، يعني من يغتبدو مدن أرض حرام. عن النبي صلى الله عليه وسلم يحد سموس المواقيت أي لا، يعني سموس الأماكن عسكر الميقات الحج، ولي سنتي زورن الميقات ندو الحليفة، إيقا الميقات نهاية المدينة دو نادي يشكان غوارس نسن أي اسمها صغيرات إيقا أبيار علي يقوق في مكة 450 كيلومتر. ويسين يقا لميقات الجحفة، الجحفة يقا لميقات نايت الشام ايت لبنان فلسطين الأردن سوريا المغرب مصر هنا ديش كانوا غارس نسن نتايل لا تمن مدينة الرابغ، رابغ هذا اسم غصة على ستين رابغ يقاد مكة 183 كيلومتر. ويس كرات الميقات نقار المنازل يقال الميقات آية النجد دون هذا كان غواراس نسن يسمى غيلات يتسمى غيلات السيل الكبير يقوق في مكة 75 كيلومتر. إلا الميقات يلملم يقال الميقات آية اليمن دون هذا كان غواراس نسن على 60 غيلات السعدية يقا دو غارس يقا دو مكة 92 كيلومتر وغارس. إلا ويسموس يقا دات عرق يقات الميقات نأيت العراق دون ديش كان غرس نسن يقاد مكة 94 كيلومتر. وكان إيقا الواجب كل ما يزرين في المواقيت إلى أي حج نغا يعتمر يخصك قسن تحرم غيد إيقان يعني البداية غريس كلمات الإحرام التل سينوت ونا يزرين المواقيت وريحري متعمد ورديوري يخصد يوري الده يخصد يوري الأماكنات يحرم كيسنت يغدي يوري هاني لا فلاس يدمن أي غرس يتشاد يفرقت في الفقراء لمكة. غدا غنى النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. أما أيت مكة نقول لي سلانين وخرجنا يتمكى هنتني إغران الحج أتحرم غير وقنص المكانيت. أما غران العمرة وهو سد فون أدفون الحل الحدود الحرام زندغ المتين التنعيم غيرنا غران الحرم أي تمكى إلى العمرة. أما ولي زغنين غير لي ورتالكي من مواقيتها اش كنا الأماكن ورتالكي من المواقيتها دلانت ورتالي المواقيتها يعني قبل المواقيتها غير مكة المواقيتها زند ولي زغنين جدة ولا البحرة ولا مستورة ولا أم السلم ولا بدر ولا الشرائع ولي زغنين غد ميزارات هنتني رد حرم غتي قمان سنيت ولا غير لي خلاص نطرا نيت الحج العمرة.